هلا بكم، انا موسى. اليوم راح اعرض لكم جيم اللعب في بطولة دورتموند تشيس 2015. طبعا الجيم هذا اللعب بين نسيبينو ليفيو ديتر ونايدتش. نايدتش طبعا مع القطع البيضاء وديتر مع القطع السوداء. ديتر بالامس فاز على وسلي سو بعد تحضير وجيم تكتيكي جميل، وكذلك نايدتش فاز على كرامنك في جيم رائع جدا. طبعا اليوم نايدتش مع القطع البيضاء افتتح e4 c6 d4، عندنا الكارو كان advanced variation بعد e5 بيشوب تو f5 يطلع البيشوب برا المربعات، خصوصا بعد ما يتقدم الجندي هنا البيشوب ما راح تطلع له مساحة الا على b7 و a6. a6 تعتبر غير مفضلة في هذا التفريع، لذلك البيشوب يطلع على f5 وهذا المين لاين. نايت تو f3 e6 يقفل الصندوق، بيشوب تو e2، نايت تو e7 كاسل كينج سايد، h6 نايت bd2 ونايت تو d7، نايت b3 ينظر للc5، كذلك في مجال يهدد جناح الوزير على b7 في عدة حالات. الآن ديتر يتمدد على جناح الوزير، طبعا هذا في على جناح الملك عفوا، هذا في المين لاين، وهنا في أكثر من رد للاعب الأبيض، منها c3 أو نايت يرجع على e1، وهذا كذلك في المين لاين يطلع على g3 أو d3. g3 يهدد البيشوب، d3 خطوة أكثر جدوى بما أن البيشوب يقدر يرجع على أي حال g6، فنايت تو d3 ممكن كانت خطة نايدتش هنا. نايت تو e1 الآن بدل c3، وهنا اللاعب الأسود كان عند c5 يفتح الجيم، لكن قبل ما يبيت راح تظهر له مشاكل. كوين c7 الآن، نايت d3 b6 يغطي على النايت، كذلك يدعم c5 بجندي، كذلك أفكار اللاعب الأسود إنه يبيت، وأفكار اللاعب الأبيض هنا نايدتش إنه يلعب g4 يفتح يهاجم البيشوب، لكن رجوع البيشوب على g6 راح يفتح جناح الملك للاعب الأسود. القلعة على h8 راح تكون فعالة جدا، وكذلك الملك ممكن يبيت جناح الوزير، لذلك بيشوب تو e3 مبدئيا، بيشوب تو g7، افكار اللاعب الاسود لا زالت مستمره، نفس الافكار التبييت c5 او بيشوب تو g7. بيشوب تو g7 هنا نايدتش قاعد يفكر يلعب g3 او f4، يطلع البيشوب على f4 في حاله الجندي اللي على g5 اخذ، وكذلك يلعب الروك تو c1 يسيطر على السي فايل، يقابل الوزير او يقابل الملك في حاله التبييت، لذلك روك تو c1. والان ديتر تراجع عن فكره التبييت جناح الوزير ولعب روك تو d8 كينج تو h1. طبعا هذه خطوه مش معروفه، لكن يبدو انها تحضير او من افكار مشابهة، خصوصا ان السي فاير راح ينفتح، الكوين راح تطلع على b6، والبشب بما انه يخطط يطلع على البشب اللي على e3، بما انه يخطط على يطلع على f4، الوزير راح يسيطر على هالمربعات، لذلك كينج تو h1. الان c5 تهديد c4 يفوز واحد من الأحسنة، كذلك في حالة الأخذ على c5 مربع e5 يضعف، وهذا من أنجح الخطط في الكاروكان. كذلك f4 لو تدعم ياخذ بالg5 يفتح على جناح الملك الأبيض، بعد ما ياخذ البيشوب تعتبر خطوة متأخرة جدا، لأن c4 هو التهديد الرئيسي هنا، لذلك d takes c5. وهنا في خيارات كثيرة لديتر، لكن ديتر قرر يبيت جناح الملك، هذا يسمح للاعب الأبيض
نايدتش انه ياخذ جندي ثاني بما ان جندي الاي 5 طاير. سي تيكس بي 6، اي تيكس بي 6، وهنا اف 4 جي تيكس اف 4. وفي عدة خيارات، منها البيشوب ياخذ وهذا الاصلح ويبقي حماية الاي 5، لكن يبدو ان نايدتش كان خايف من بيشوب تيكس اف 4 نايت جي 6، فلذلك نايدتش هنا تراجع واخذ بالنايت. طبعا في هالحالة خلونا نشوف نايت تيكس اي 5 بعد بيشوب تيكس اف 4 نايت تو جي 6. خلونا نشوف نايت تيكس اي 5، هنا ممكن نلعب نايت تو دي 4 نهاجم البيشوب، بيشوب تيكس دي 3، سي تيكس دي 3 يفتح هجوم الوزير، كوين تو بي 7، ويمكن البيشوب يرجع على اي 3 الان يحمي النايت، يحمي النايت على دي 4 بما ان البيشوب قاعد يهاجمه. كذلك القلعة مسيطرة على سي فايل، القلعة هنا مسيطرة على الاف فايل، اللاعب الابيض عنده هجوم مكثف على جناح الملك، بينما اللاعب الاسود عنده قطعتين خارج اللعب بالنسبة له في جناح الوزير. طبعا بعد بيشوب تيكس اف 4 نايت جي 6 البيشوب يقدر يرجع على جي 3، وهنا اللاعب الاسود مسيطر على مربع الاي 5 وراح يغنم الجندي. عموما بعد جي تيكس اف 4 هنا نايدتش اخذ بالنايت بما انه فاقد الامل في جندي الاي 5، نايت تيكس اي 5، وهنا عدة خيارات منها نايت تو دي 4 بما ان النايت على بي 3 سيء نوعا ما، نايت تو اتش 5 كان الخيار، وهنا يهاجم البيشوب. طبعا لاحظوا غياب جندي الجي 5 او الجي فايل، هنا كان الاختيار نايت تو سي 4 يهاجم البيشوب، يهاجم البي 2 مع البيشوب اللي على جي 7، وكذلك البيشوب اللي على اي 3 غير محمي. الخيارات كثيره منها بيشوب تو دي 2، للاعب عندنا بيشوب تو جي 1، ما كانت افضل خطوه لكن هذا سمح بالهجوم على الرك. وفي عدة خيارات منها الخيار الطبيعي اللي هو روك تو بي 1، خلونا نشوف روك تو بي 1، ما في شيء انترستنج، البيشوب يرجع على اتش 8 ويمنع النايت انه ياخذه ويدافع عن الملك. خلونا نشوف بيشوب تيكس بي 2، خلونا نشوف سي 3، بيشوب تيكس سي 1، كوين تيكس سي 1، يهاجم الاتش 6، كينج اتش 7، نايت تو اف 6، كينج جي 6، نايت تو دي 4، اذا الملك اخذ جي 4 بيشوب ما يقدر يعطي مات او يعطي تشيك على الاي 4، كينج تو جي 7، الجندي ياخذ البيشوب بعد ما ياخذ النايت، نايت تيكس، هنا بيشوب تو دي 4 تشيك، اف 6، روك تيكس اف 5. في اغلب الحالات اللاعب الابيض اكثر خطرا مع انه بالاكسشينج داون، لكن يغنيه وجود البيشوب بير او جوز الافيال. طبعا الخيار هنا بعد بيشوب تيكس بي 2، وهذا في الجيم نايت تو دي 4 يهاجم البيشوب اللي على اف 5، يقرب من الهجوم على جهة الملك الاسود، وهنا البيشوب تراجع على جي 6، نايت تو اف 6، كينج تو جي 7، وهنا روك تو بي 1. طبعا اذا البيشوب اخذ النايت على دي 4 البيشوب راح ياخذ يحمي النايت على اف 6، والنايت راح يطلع لاي مكان ديسكفرد، لذلك قبل طبعا البيشوب محمي على بي 2 حاليا من الخسارة ان ناخذ بالروك، لذلك اي 5 يمنع اي هجوم من البيشوب على دي 4، وكذلك يهدد ياخذ على دي 4.
نايت تو بي 5 يهاجم الوزير، كوين سي 6 واي 4 يحمي النايت، لكن النايت هنا ابعد على جناح الوزير وتحول الى جزئية في البورد ما هي نشطة. الان نايت تو اف 5، هذه هي التهديدات. نايت يرجع على اتش 5، البيشوب ياخذ على سي 4، او في حالة نايت اتش 5 البيشوب ياخذ، ناخذ بالبيشوب او ناخذ بالقلعة على الاف 5 زي ما انتم شايفين. خيارات اللاعب الابيض كثيرة، كان منها نايت تو اتش 5، وهنا اللاعب الاسود ديتر ضيع فرصة ثمينة ولعب كينج تو اتش 7. خلونا نشوف بيشوب تيكس اتش 5، روك تيكس اف 5، بيشوب تيكس اي 2، كوين تيكس اي 2، وهنا اللاعب الاسود له افضلية بسيطة، لكن بعد نايت تو اتش 5 كينج تو اتش 7 واز بلايد، كوين تو اي 1، والهدف ان الكوين تطلع على ال h4 بعد ما ناخذ النايت، وكذلك النايت راح يطلع على f6 في عدة فاريشن وعدة تفريعات قادمة. الآن لو افترضنا مثلا نايت to g7، نايت to f6 بحماية من الروك، كينج to h8، وهنا كوين to h4 يهاجم الجندي. طبعا هذا أفضلية قصوى اللاعب الابيض، لكن بعد كوين تو اي 1 الخطوه الوحيده كانت نايت سي اي 3 يهاجم الروك، روك تيكس بي 2، طبعا هذا ترك البيشوب غير محمي، نايت تيكس اف 1، كوين تيكس اف 1، ودي 4 الان امتداد في السنتر، بيشوب تو اف 3 عفوا بيشوب تو اف 3 يهاجم الوزير، كوين سي 5، نايت تو اف 6 تشيك. وهذا اول، طبعا بعد كوين تو سي 5 لاحظوا النايدتش متقدم جدا بالأفضلية، هو لها الأدفانتج، حماية الملك قوية عنده، أما حماية الملك الأسود فهي ضعيفة، وكذلك فاتح هجوم على جناح الملك، لذلك الأفضلية الآن النايدتش بالقطع البيضاء. نايت تو اف 6 لخبطة في ترتيب الخطوات، كان من الأفضل انه يلعب اول بيشوب تو اي 4، بعد طبعا هذا يترك النايت غير محمي، بيشوب تيكس اتش 5، بيشوب تيكس اف 5 تشيك، كينج جي 7، وهنا روك تو بي 3 او سي 3، البيشوب ضارب على الكوين لذلك سي 3 يهاجم السنتر، او روك تو بي 3 تجي على جي 3، كوين تو اي 1 تجي تطلع على جي 3، كلها خيارات متاحة. لكن بعد نايت تو اف 6 اصبحت غير ممكنه بسبب كينج تو جي 7 يهاجم النايت، نايت تو اي 4 يبعد النايت عن هجوم الملك، كوين تو اي 7 طبعا في الخطوه يهاجم الوزير، كوين تو سي 7، روك تو بي 3 للاسف سمح بنايت تو اتش 4، كوين تو اي 1، البيشوب يهاجم النايت على اي 4، والان اف 5 طبعا كانت نايت تيكس اف 3 افضل، لكن اف 5 في هالحالة اللاعب الابيض متقدم تقريبا بفارق جندي، لا زال نايدتش مسيطر على الجيم، لكن تمدد الجنود في السنتر اثر نفسيا على نايدتش. هنا لعب الخطوة الممتازة نايت تو دي 2، نايت تيكس بيشوب، نايت تيكس نايت، وهنا شايفين الجنود كيف خطرهم على نايدتش بالقطع البيضاء، روك اي اف 8، روك اف اي 8 عفوا، نايت تو اتش 4 خطوة غير مفضلة، كان في افضل منها بيشوب تو اف 2 مثلا، كينج تو اتش 7 اخر فرصة للاعب الابيض انه ياخذ البيشوب، للاسف ما اخذ البيشوب، روك تو اتش 3. بعد فترة راح نلاحظ ان القطع البيضاء غير مرتبة، كوين تو اف 6 دافع كذلك عن اتش 6، بيشوب تو اف 2، بيشوب تو اتش 5، الان النايت ما عاد يقدر ياخذ البيشوب، نايت تو اف 3. خلونا نشوف خطوه مميزه زي روك تو جي 3، اذا الوزير اخذ
فلاعب الأسود خسران، لكن عندنا نايت 2 اوف 3، بيشوب تيكس نايت، وهنا نايدتش المفروض أخذ بالجندي على جي 3 يمنع تقدم الجنود في السنتر، لكن أخذ بالقلعة وهذه خيار سيء. من هنا بدأ نايدتش بالبطاقة البيضاء يخسر الجيم. اي 4 روك تو اتش 3 دي 3 سي تيكس دي 3 سي اي تيكس دي 3 كوين تو دي 1، وهنا دي 2 كان في خيار افضل وهو روك تو اي 2 تهاجم البيشوب، روك تيكس دي 3 روك تيكس اف 2، وهنا الروك ما يقدر ياخذ بسبب الوزير ياخذ يهاجم الوزير، والوزير ما يقدر ياخذ الوزير بسبب المات. دي 2 ما كانت سيئة، كانت خطوة جيدة أيضا. نايت سي 3 يقرب النايت البعيد، الآن النايت يرجع في الجيم. روك تو اي 6 كوين تو بي 1 يبعد الكوين، لكن الكوين على اف 1 أو جي 1 كانت أفضل. كوين تيك سي 3 كان فيه نهاية جيم جميلة للاعب الأسود، اللاعب الأسود متقدم جدا بسبب الجندي المتقدم الآن. روك دي اي 8 نايت دي 1 روكي 1 تشيك، لو اخذ البيشوب مات، لذلك بيشوب جي 1 كوين تو دي 4 البيشوب ما يقدر ياخذ، البيشوب بند كوين تيكس اف 5 تشيك تشيك، الروك تحجب روك 8 تيكس اي 3 تشيك تشيك تشيك، وهنا لو راح الوزير الروك ترجع. لذلك هذه نهاية جيم جميلة للاعب الأسود، لكن بعد كوين تيك سي 3 هنا تشيك أخذ الوزير تشيك تشيك، وهنا بعد دي 1 إيكوال كوين نايدج استقال بسبب كوين دي 2 تشيك فوركينج وينينج ون روك. هنا ديتر متقدم بروك زيادة، ولذلك نايدج استقالت. من لكم استمتعتوا بالجيم هذا، راح اشوفكم لاحقا، في امان الله.